السلام عليكم. حجزت مصالح الدرك الوطنية حوالي 1800 طائر حسون ببلدية القصدير بولاية النعامة في إطار مكافحة إخراجات الطيور المهددة بالانقراض من الجزائر، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني. وتمت العملية إثر عملية مراقبة قام بها عناصر مجموعة حراس الحدود على مستوى منطقة حدودية نائية، حيث تم العثور على هذه الصناديق والتي كانت مملوءة بطيور الحسون المقنين بمجموعة 9 صناديق بداخلها 1800 طائر من هذا النوع المهدد بالانقراض وفق ما تم الإعلان عليه. وقد تم تسليم هذه الطيور إلى أعوان محافظة الغابات بالولاية والذين قاموا بدور بإعادة إطلاقها في الطبيعة على مستوى محمية للحيوانات البرية، بما يبقى التحقيق مفتوحا في هذه القضية من طرف مصالح الدرك الوطنية.